جبانة المسلمين القديمة لرؤية الساقية المعروفة بالخرافات والزعبلات التي يقصدها الكثير من السيدات التي لم ينجبن مولود لرؤيتها حتى ترزق بمولود. وتبلغ مساحة هذه الساقية أكثر من 30 متر تحت الأرض وهي مليئة بالماء إلى الآن، وسميت ساقية منظورة لندرة وجودها بهذا الشكل في هذا المكان والتي لم يعرف الكثير عنها أي شيء ولا يتم أي رد لها أو حديث عنها.